علي العاطفي، مرشح عضوية مجلس إدارة تحت السن إن شاء الله. أنا شغال في قطاع البنوك، وإن شاء الله إحنا جايين هنا النادي، إحنا أولاد النادي، نادي الزمالك نادي كبير جدا، نادي عريق. إن شاء الله جايين جوانا طاقة كاملة كبيرة، عايزين نطلعها كلها لنادي الزمالك. إن شاء الله بنوعد كل أعضاء النادي، كل جماهير النادي بإذن الله، إن إحنا إن شاء الله نبذل قصارى جهدنا إن شاء الله، ونادي الزمالك زي ما اتفقنا نادي كبير ويفضل طول عمره كبير، وهنتخطى أي أزمات إن شاء الله. واحنا جايين مش هنتكلم في سلبيات، احنا جايين نادي كبير، احنا جايين اداء ان شاء الله ربنا يكرمنا ونطور في النادي باذن الله ونحل اي مشكله. الظروف اللي بيمر بها نادي الزمالك خلت الانتخابات هي الاصعب في تاريخ النادي، وناس كتير يعني بيخافوا يدخلوا. ايه الدافع اللي خلاك انت مش خايف من المنافسه في التوقيت ده؟ زي ما اتفقنا ان احنا اولاد النادي، احنا عايزين كل خير للنادي. زي ما قلت لك نادي الزمالك نادي كبير جدا، ومش محتاج يعني شهاده مننا كده، هو اوريدي نادي كبير، واحنا جايين بنسعى للافضل باذن الله، جايين نطور باذن الله. وفي ابناء الزمالك كتير قوي ان شاء الله داخلين الانتخابات دي، وان شاء الله نتمنى التوفيق لاي مرشح ان هو يصلح حال النادي باذن الله. بحكم عملك في قطاع البنوك، الزمالك بيمر بازمه ماليه طاحنه، وجهتك ايه للزمالك عشان يخرج من ازماته الماليه؟ ان شاء الله في برنامج محدد حاطينه باذن الله. ابرز ملامح البرنامج الانتخابي مش هنعلن عنها دلوقتي، ان شاء الله في برنامج هنعلن عنه في الوقت المناسب، وان شاء الله يبقى في حلول كويسه جدا لنادي الزمالك باذن الله. الزمالك يخرج من ازمته الماليه ازاي؟ نادي الزمالك نادي كبير جدا، عدى بازمات كتير وهيخرج من الازمه بسهوله باذن الله يعني.